الإجابة إحنا نتكلم كل واقع. طبعًا أول مرة أشكرك وأشكر شهادتك، وهذا شيء قليل بصراحة، لكن بس أنا مدلان مهم الشارع الرياضي، ولا أنا يعني مهم كل المتابعين. يمكن تكلمنا بأكثر من مناسبة، مشروع كأس العالم، مشروع التأهل إلى كأس العالم، أنا أعتبره مشروع دولة وليس مشروع مكتب تنفيذي وليس مشروع أندية. هذا يحتاج إلى عمل جهد وعمل مدروس وخطة استراتيجية طويلة الأمد، حتى نحتاج إلى يمكن نحقق يبدي، يعني يمكن إذا تقول لي يبدي يمكن من دوري المدارس اللي هو دوري اليوم إحنا في أعتاب حتى درس الرياضة اللي غيناه، خلينا نكون أكثر واقعية. بينما اليابان وكوريا والسعودية بدأت تفعل هذا الشيء لاستخراج المواهب، عندها خطة استراتيجية طويلة الأمد. اليوم الإمارات يمكن هسه تصبح للأسف إحنا الفريق المنافس القريب له، يمكن من تروح الزورة تحس عندك خطة استراتيجية طويلة الأمد تمتد إلى 2038، بين هذا المنتخب لازم من يوصل. كل العالم عنده خطط استراتيجية وعنده دراسة مسبقة للواقع. احنا بعيدين عن الواقع، واذا زلنا واذا بقينا بعيدين عن الواقع فكاس العالم راح يبقى حلو. قد احنا بعيدين؟ ما زلنا يعني مو في نسبه، قلت لك هاي راد لها نهضه، نهضه تبدا من الدوله، من المسؤول اولا بتخصيص مثلا بتخصيص مبلغ معين هذا يرصد الى التاهل الى كاس العالم من خلال الاعتناء بالانديه، من خلال الاعتناء بالدوري بالمنشات، ومن بعدها راح يبدي. يعني هسه انا اتمنى التخطيط من هسه مثلا، وتكون لجنه ولجنه مختصه من المكتب التنفيذي ومن كثير المتابعين والمحليين والفنيين في ملف كاس العالم، يسمى ملف خاص يعني بروفايل، بان هذا يسمى ملف كاس العالم، كيفيه التاهل الى كاس العالم بالاستعانه حتى بالخبرات الاداريه الخارجيه. مو ضير، انا اريد اتاهل، الاموال موجوده واحنا بلد غني، خلينا نكون واقعيين اكثر، وهذا الجمهور حقه، يعني حق الجمهور عاطف ومتعطش، من حقه بان يشوف يعني بعد 86 فترة جدا جدا طويلة سببها كثير من الأوامر الإدارية والفنية، بس يحتاج لها ثورة تبدأ من المسؤول.